أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام بكل خير. من استوديو الشهيد أحمد هاجر أغلو نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار بعد أبرز العناوين. إقامة مراسم تأبينية عند ضريح الشهيد نجدة كوجق في كركوك في ذكرى يوم الشهيد التركماني، وفضائية تركمان لتنقل المراسم على الهواء مباشرة. في ذكرى يوم الشهيد التركماني، فضائية تركمانية تستذكر شهيد الإعلام التركماني الحر أحمد هاجر أوغلو بمراسم تأبينية عند ضريحه في كركوك. الطلبة التركمان في جامعة ومدارس كركوك ينظمون مراسم تأبينية على أرواح الشهداء التركمان ويؤكدون سيرهم على خطاهم في الدفاع عن قضايا شعبهم. مركز حقوقي فلسطيني يكشف عن مقتل 50 طفلاً وإصابة 2890 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال عام 2018 الماضي. تحية مجددة مشاهدينا الكرام، تمر علينا اليوم ذكرى يوم 16 من كانون الثاني، يوم الشهيد التركماني الذي ضحى بروحه من أجل النضال في سبيل الدفاع عن قضايا شعبه. ونحن نستذكر في هذه الذكرى كل شهيد تركماني سالت دماؤه الزكية على هذه الأرض الطاهرة من أجل الدفاع عن القضية التركمانية العادلة. فذكرى 16 من كانون الثاني عام 1990 تمثل اليوم الذي استشهد فيه 4 من القادة المناضلين التركمان على يد النظام البائد، والذي اعتبر من ذلك التاريخ يوم الشهيد التركماني. قدر يركتن شارما بني bir gece ansızın gelebilir. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilir. Beni bekliyorsan uyumamışsan sevinçten kapında ölebilirim. Beni bekliyorsan uyumamışsan sevinçten kapında ölebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim. قافلة الشهداء التركمان لم تتوقف عن السير في طريق بناء مجد خالد لكل من قدم نفسه قربانا على مذبح انتزاع الحقوق القومية المشروعة للشعب التركماني النبيل في كافة الأصعدة. وأنهار الدماء الزكية لتلك الأجساد سالت وما تزال تسيل لكوكبة أخرى إذانا بتسامي الأرواح الطاهرة إلى السماوات العلى عند بارئها في جنات الخلد عند مليك مقتدر. ففي يوم 16 من كانون الثاني يوم الشهيد التركماني الذي ضحى بروحه من أجل النضال في سبيل الدفاع عن قضايا شعبه، نستذكر كل شهيد تركماني سالت دماؤه الزكية على هذه الأرض الطاهرة من أجل الدفاع عن القضية التركمانية العادلة. وفي 14 من تموز عام 1959 ارتكبت قوى الظلام جريمة في كركوك تقشعر لها الأبدان، راح ضحيتها العديد من المواطنين والمناضلين التركمان من أمثال عطا خير الله وشقيقه العقيد الطبيب إحسان خير الله أثناء احتفالات أهل المدينة بمرور عام على ثورة 14 من تموز. وفي كركوك أيضا في شهر تشرين الأول من سنة 1979 اعتقل النظام البائد كوكبة من المناضلين التركمان التابعين لتنظيمات جيش التحرير التركماني. وفي 9 من تموز عام 1980 تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في سجن أبو غريب، وذلك بعد إصدار محكمة الثورة العسكرية السيئة الصيت بحق الكوادر في صبيحة 9 من تموز، وجرى تنفيذ أحكام الإعدام بحق 8 مناضلين من المنظمة. أما تاريخ يوم 16 من كانون الثاني عام 1980 فهي ذكرى كانت وستظل خالدة في ذاكرة الأجيال التركمانية على مدى الدهر، لأنها تمثل اليوم الذي استشهد فيه 4 من قادة النضال التركماني على يد النظام البائد، والذي اعتبر بعد ذلك التاريخ بيوم الشهيد التركماني. ففي يوم 16 من كانون الثاني عام 1980 استشهد المناضل التركماني نجدة قجاق ورفاقه من القادة، كل من الشهيد عبد الله عبد الرحمن والشهيد رضا دامرتشي والشهيد عادل شريف في سبيل القضية القومية للشعب التركماني.
أما في 28 من آذار عام 1991 ارتكب النظام البائد مجزرة بحق أكثر من 100 شهيد تركماني في ناحية ألتونكبر التابعة لمحافظة كركوك. فمنذ تأسيس الدولة العراقية والشعب التركماني قدم الكثير من الشهداء الذين ذهبوا فداء لقضيتهم العادلة في مناطق تركمانيل من تسن وتازخرمت وداكوك وتسخرمت وأربيل وتلعفر والموصل وآمرل وقرى البيات التركمانية. وفي 25 من حزيران عام 2013 استشهد أحد أبرز المناضلين التركمان وهو نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية علي هاشم مختاروغل ورفيق دربه معاون محافظ صلاح الدين أحمد عبد الواحد قوجة في اعتداء إرهابي غادر وسط قضاء تسخرمت. كما استشهد بعد عام وبالتحديد في 24 من حزيران سنة 2014 رئيس مجلس قضاء كركوك منير القافلي في اعتداء إرهابي مسلح وسط مدينة كركوك. وضمن قوافل الشهداء التركمان أيضا قصف الطيران العراقي في 21 من تشرين الأول 2016 مجلس عزاء في قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك والذي أدى لاستشهاد 17 امرأة وجرح نحو 100 مدني جميعهم من التركمان. Muhabbetle selamlıyorum. Serbest mikrofon programına hoş geldiniz. Değerli seyirciler, bugün yine bir canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Serbest mikrofon programını yine her hafta olduğu gibi canlı bir şekilde sunuyoruz, takdim ediyoruz. وفي ذات اليوم فقدت الأوساط الإعلامية التركمانية وفضائية تركمانيل أحد أبرز الإعلاميين التركمان والذي ضحى بحياته من أجل شعبه ومن أجل خدمة الإعلام والصحافة التركمانية ومدينة كركوك. إنه الإعلامي الرائد وشهيد الإعلام التركماني الشهيد أحمد هاجر أوغل مدير مركز الأخبار في فضائية تركمانيل والذي استشهد في اعتداء إرهابي غادر بنيران قناص أثناء واجبه الإعلامي في تغطية الأحداث الأمنية التي شهدتها مدينة كركوك بعد تعرضها لهجمة جبانة من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي والتي باءت بالفشل بعد أن تصدى لها الشعب الكركوكي والإعلام معا. في الذكرى 39 ليوم الشهيد التركماني نظمت جمعية قشلة كركوك للشهداء والسجناء السياسيين التركمان مراسم تأبينية عند ضريح الشهيد التركماني المناضل نجدة قوجق في مقبرة المصلى بمدينة كركوك وذلك لإحياء ذكرى كافة الشهداء التركمان، حيث حضر المراسيم رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي ونائبه حسن توران وجمع غفير من رؤساء وممثلي الأحزاب والشخصيات السياسية التركمانية ومنظمات المجتمع المدني والضباط والمواطنين التركمان والذين وضعوا أكاليل من الزهور على ضريح الشهيد نجدة قوجق واستذكروا رفاقه من القادة التركمان الذين استشهدوا معه مثل هذا اليوم من عام 1980 وهم كل من الشهيد عبد الله عبد الرحمن والشهيد رضا دمرتشي والشهيد عادل شريف، كما استذكروا أيضا كافة شهداء القضية التركمانية العادلة والوطن. وقد بادرت فضائية تركمانيل بنقل المراسيم التأبينية على الهواء مباشرة. أي شهيد أغل شهيد استمع بنن مقبر senin için ağuşun açıyor duruyup peygamber. السادس عشر من كانون الثاني عام 1980 هي ذكرى كانت وستظل خالدة في ذاكرة الأجيال التركمانية على مدى الدهر، لأنها تمثل اليوم الذي استشهد فيه 4 من القادة والمناضلين التركمان على يد النظام البائد والذي اعتبر من ذلك التاريخ بيوم الشهيد التركماني. وفي هذه الذكرى الأليمة نظمت جمعية قشلة كركوك للشهداء والسجناء السياسيين التركمان مراسيم تأبينية عند ضريح الشهيد التركماني المناضل نجدة قوجق في مقبرة المصلى بمدينة كركوك، وذلك لإحياء ذكرى كافة الشهداء التركمان، فيما نقلت فضائية تركمانيل المراسيم التأبينية على الهواء مباشرة. وقد حضر المراسيم رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي ونائبه حسن توران والرئيس الفخري للجبهة التركمانية الدكتور سعد الدين أرجيج وجمع غفير من رؤساء وممثلي الأحزاب والشخصيات السياسية التركمانية ومنظمات المجتمع المدني والضباط والمواطنين التركمان، حيث تلا الحاضرون سورة الفاتحة على أرواح كافة الشهداء التركمان ووضعوا أكاليل من الزهور على ضريح الشهيد نجدة قوجق الذي زين بالرايات التركمانية وبرايات الجبهة التركمانية، واستذكروا رفاقه من القادة التركمان الذين استشهدوا في مثل هذا اليوم من عام 1980 وهم كل من الشهيد عبد الله عبد الرحمن
والشهيد رضا دامرتش والشهيد عادل شريف إلى جانب استذكار تضحية كافة الشهداء التركمان. وأكد رئيس جمعية قشلة كركوك للشهداء والسجناء السياسيين لتركمان العراق هاشم الصالحي بأن يوم استشهاد قادة التركمان في عام 1980 لها دلالات واضحة في سفر الشهداء، باعتبار هذا اليوم هو يوم لاستذكار كل شهيد تركماني سقط في ثرى كافة مناطق تركمانيل. بعدها ألقى رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي كلمة أكد فيها أن تحديد يوم 16 من كانون الثاني يوما للشهيد التركماني جاء باعتبار أن هذا اليوم من عام 1980 شهد قيام النظام البائد بإعدام 4 من قادة النضال التركماني، لكن هذا اليوم هو يوم لاستذكار كافة الشهداء التركمان الذين سقطوا على مدى السنوات والعقود الماضية. أما الرئيس الفخري للجبهة التركمانية العراقية الدكتور سعد الدين أرجيج فشدد على أن إحياء ذكرى الشهداء التركمان يكون من خلال السير على خطاهم والعمل على تنفيذ وصاياهم، والتي تأتي في مقدمتها صيانة المبادئ والقيم الأصيلة للقضية التركمانية العادلة. وأكد ذوو الشهداء في حديث لمراسل فضائية تركمانيل بأننا نستلهم العزيمة والثبات والنضال من ذكرى استشهاد كوكبة رجالات التركمان، معتبرين بأن يوم الشهيد التركماني يوم مقدس في قلوب الشعب التركماني، مؤكدين بأنهم ماضون في درب وخطى أولئك الشهداء البررة حتى لآخر قطرة من دمائهم من أجل الدفاع عن حقوقنا القومية. واختتمت الاحتفالية التأبينية بمنقبة نبوية وقراءة التواشيح الدينية على أرواح الشهداء التركمان. من جانب آخر، بادر رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي وبرفقة نائب رئيس الجبهة حسن توران بزيارة منزل عائلة الشهيد التركماني المناضل نجدة قجق بمدينة كركوك. والتقى الصالحي وتوران مع نزهات قجق شقيقة الشهيد المناضل نجدة قجق وعدد من أفراد الأسرة، حيث جدد تقديم العزاء لها في ذكرى يوم الشهيد التركماني، مشيدين بنضال الشهيد نجدة قجق وتضحيته من أجل شعبه وقضيته التركمانية العادلة. وأكد الصالحي وتوران أن أبناء الشعب التركماني سيواصلون عهدهم بالمضي على خطى الشهداء والقادة التركمان الذين ضحوا بأرواحهم أثناء مقارعتهم لظلم النظام البائد، وفي مقدمتهم الشهداء الأربعة الذين أعدموا على يد النظام القمعي البائد في 16 من كانون الثاني عام 1980، وهم يمثلون رمزا لباقي الشهداء التركمان. في ذكرى يوم الشهيد التركماني ووفاء لزميلنا شهيد الإعلام التركماني الحر أحمد هاجروغلو الذي قدم خدمات جليلة للصحافة والإعلام التركماني من خلال عمله مديرا للأخبار في فضائية تركمانيلا، بادر وفد من فضائية تركمانيلا برئاسة مدير عام الفضائية يلمن هاجروغلو بزيارة ضريح شهيد الإعلام التركماني الحر أحمد هاجروغلو في مقبرة المصلى بمدينة كركوك. إنها زيارة وفاء لضريح شهيد الإعلام التركماني الحر أحمد هاجروغلو الذي ضحى بنفسه في سبيل خدمة الإعلام التركماني والشعب التركماني ومدينته كركوك أثناء الاعتداء الغادر الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على كركوك عام 2016. فبالتزامن مع ذكرى يوم الشهيد التركماني، بادر وفد من فضائية تركمانيل برئاسة مدير عام الفضائية يلمان هاجروغلو بزيارة ضريح شهيد الإعلام التركماني الحر أحمد هاجروغلو في مقبرة المصلى بمدينة كركوك. وضم الوفد أيضا مدير تلفزيون تركمانيل سهيل قاسم ومدير إذاعات تركمانيل اف ام محمود بياطل إلى جانب نخبة من العاملين في الفضائية، حيث وضع الحاضرون أكاليل من الزهور على ضريح شهيد أحمد هاجروغلو وتلوا سورة الفاتحة على روحه الطاهرة. وفي حديث لمراسل فضائية تركمانيل أكد مدير إذاعة تركمان اف ام محمود بياطل إن إحياء ذكرى يوم الشهيد التركماني تستوجب استذكار كافة الشهداء التركمان، ومنهم شهيد الإعلام التركماني الحر أحمد هاجروغلو الذي كان زميلا وفيا ومتفانيا في عمله في فضائية تركمانيل. كما تحدث عدد من زملاء الشهيد الراحل أحمد هاجروغلو في مركز أخبار فضائية تركمانيل عن البصمة الواضحة التي تركها الشهيد هاجروغلو في الساحة الإعلامية ومحبته في قلوب متفانيه في العمل من أجل خدمة الإعلام التركماني،
سائلين الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان. في ذكرى يوم الشهيد التركماني جرى في مدينة إسطنبول التركية تنظيم مراسيم تأبينية للشهداء التركمان، حضرها جمع من الشخصيات والمواطنين التركمان المقيمين في تركيا، حيث نقلت فضائية تركمانلي المراسيم التأبينية على الهواء مباشرة، فيما جدد الحاضرون في المراسيم عهدهم بالمضي على خطى الشهداء والقادة التركمان الذين ضحوا بأنفسهم من أجل شعبهم. في ذكرى 16 من كانون الثاني يوم الشهيد التركماني جرى في مدينة إسطنبول التركية تنظيم مراسيم تأبينية للشهداء التركمان، حضرها جمع من الشخصيات والمواطنين التركمان المقيمين في تركيا، فيما بادرت فضائية تركمانلي بنقل المراسيم على الهواء مباشرة. وأقيمت المراسيم التأبينية عن ضريح اثنين من الشهداء التركمان اللذين سقطا في أحداث المظاهرة التي جرت أمام مقر القنصلية العراقية في إسطنبول عام 1991، وهما كل من يلماز سعيد ونجدة أسعد. وقد تحدث رئيس جمعية تركمانلي لحقوق الإنسان سواش أوتشا موضحا أن يوم 16 من كانون الثاني عام 1980 هو يوم أسود في تاريخ شعوب العالم التركي، لأنه شهد إعدام 4 من قادة النضال التركمان على يد النظام العراقي البائد. كما عبرت عدد من الشخصيات والمواطنين الحاضرين في المراسيم التأبينية في إسطنبول عن مشاعرهم بذكرى يوم الشهيد التركماني، مجددين عهد الوفاء للشهداء التركمان ومؤكدين سيرهم على خطاهم لنيل حقوق الشعب التركماني ونصرة قضيته القومية العادلة. وكعاداتها في مثل هذا اليوم من كل عام، أقامت التنظيمات الطلابية والشبابية التركمانية مراسيم تأبينية لاستذكار الشهداء التركمان في ذكرى يوم الشهيد التركماني، حيث أقيمت مراسيم تأبينية في جامعة كركوك، حضرتها جموع غفيرة من الطلبة والأساتذة الجامعيين والذين ترحموا على أرواح الشهداء التركمان وأكدوا سيرهم على خطاهم. في ذكرى 16 من كانون الثاني يوم الشهيد التركماني، أقامت التنظيمات الطلابية والشبابية التركمانية مراسيم تأبينية لاستذكار الشهداء التركمان، حيث استهلت بتلاوة آيات من القرآن الكريم وصورة الفاتحة على أرواح الشهداء والقادة التركمان. وخلال المراسيم التأبينية التي جرى تنظيمها من قبل اتحاد طلبة وشباب تركمانلي وجمعية أحفاد الفاتح للطلبة والشباب التركمان واتحاد أولكو جوكلاري فرع كركوك، ألقيت كلمات من قبل عدد من الطلبة وممثلي الاتحادات والتنظيمات الطلابية والشبابية استذكروا فيها تضحيات الشهداء التركمان الذين رووا بدمائهم درب النضال القومي للشعب التركماني، وأيضا ضحوا بدمائهم من أجل وطنهم وشعبهم. كما ألقيت قصائد شعرية من قبل الطلبة عبرت عن فخر واعتزاز الأجيال التركمانية بالشهداء والقادة الذين بذلوا أرواحهم من أجل وطنهم وشعبهم وللدفاع عن هويتهم القومية الأصيلة. وتحدث لفضائية تركمانلي مسؤول اتحاد طلبة وشباب تركمانلي في كلية التربية جامعة كركوك أورهان شكرتشي عن تفاصيل الاحتفالية التأبينية التي جرى تنظيمها في الجامعة بمناسبة يوم الشهيد التركماني، مشددا على أن التركمان لم ولن ينسوا شهداءهم، سائلا الله تعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. المدارس التركمانية الأساس في مدينة كركوك أحيت هي الأخرى ذكرى يوم الشهيد التركماني من خلال إقامة مراسيم تأبينية على أرواح الشهداء التركمان بحضور مدير قسم الدراسة التركمانية في المديرية العامة لتربية كركوك حازم شكردا قوقلا. محبة الشهداء التركمان إنما هي مغروسة في قلوب الأجيال التركمانية على مدى الدهر، ففي ذكرى 16 من كانون الثاني يوم الشهيد التركماني بادرت المدارس التركمانية وكعاداتها في كل عام بتنظيم مراسيم تأبينية لإحياء ذكرى يوم الشهيد التركماني.
وقد بادر مدير قسم الدراسة التركمانية في المديرية العامة لتربية كركوك حازم شكر داقوقلو بحضور المراسيم التأبينية التي أقيمت على أرواح الشهداء التركمان في مدارس تسن شهيد لاري للبنين وثانوية دوغوش للبنات وإعدادية بارش للبنات في مدينة كركوك، حيث جرى خلال المراسيم التأبينية إجراء مراسيم رفع العلم وعزف النشيدين الوطني العراقي والقومي التركماني. كما ألقيت كلمات بالمناسبة من قبل مدير قسم الدراسة التركمانية حازم شكر داقوقلو وأيضا من قبل مدراء المدارس والهيئات التدريسية فيها، تحدثت عن تضحيات الشهداء التركمان وتاريخ 16 من كانون الثاني عام 1980 الذي أعدم فيه النظام البائد 4 من قادة النضال التركماني. وألقيت أيضا قصائد شعرية من قبل الطلبة جسدت مدى حب واعتزاز الأجيال التركمانية بشهداء النضال وقاداتهم. وتحدث لفضائية تركمانيلي مدير قسم الدراسة التركمانية في المديرية العامة لتربية كركوك حازم شكر داقوقلو عن تفاصيل المراسيم التأبينية التي أقيمت بالمدارس التركمانية الأساس في كركوك في ذكرى يوم الشهيد التركماني، مؤكدا أن الشعب التركماني لم ولن ينسى شهداءه البررة، كما بعث تحياته إلى أسر وعوائل الشهداء التركمان. جرى في مقر حزب القرار التركماني بمدينة كركوك عقد اجتماع حضره رؤساء عدد من الأحزاب السياسية التركمانية لمناقشة تأسيس مجلس جديد لتركمان العراق، فضلا عن التباحث حول سلسلة من القضايا المتعلقة بأوضاع التركمان في عموم مناطق تركمانيلي ومنها كركوك. بغية مناقشة القضايا التي تخص التركمان، جرى في مقر حزب القرار التركماني بمدينة كركوك عقد اجتماع حضره رؤساء وممثلي عدد من الأحزاب السياسية التركمانية ومنهم رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي ونائبه حسن توران. وجرى خلال الاجتماع مناقشة تأسيس مجلس جديد لتركمان العراق، فضلا عن التباحث حول سلسلة من القضايا المتعلقة بأوضاع التركمان في عموم مناطق تركمانيلي ومنها كركوك. وتحدث لفضائية تركمانيلي الناطق باسم الجبهة التركمانية العراقية وعضو مجلس محافظة كركوك علي مهدي، موضحا أن اجتماع الأحزاب السياسية التركمانية في مقر حزب القرار التركماني ناقش موضوع تأسيس مجلس جديد لتركمان العراق إلى جانب تشكيل لجنة لمتابعة جهود تحقيق الإدارة المشتركة في محافظة كركوك إلى جانب مناقشة التطورات المتعلقة بمجلس المحافظة. تواصلا للخروقات الأمنية التي تشهدها المناطق المحيطة بمدينة كركوك بين الحين والآخر، أدى انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى استهداف دورية لقوات الحشد الشعبي على طريق الرابط بين قضاء الحويجة وناحية الرشاد جنوب كركوك، أدى ذلك إلى إصابة 7 من عناصر الدورية بجروح. في إطار مسلسل التدهور الأمني الذي تشهده عدد من المناطق المحيطة بمدينة كركوك، أدى انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم داعش الإرهابي استهدفت دورية للحشد الشعبي على الطريق الرابط بين قضاء الحويجة وناحية الرشاد جنوب كركوك، حيث أدى انفجار العبوة الناسفة لإصابة 7 عناصر من الحشد بجروح بليغة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى كركوك العام بغية تقديم العلاج اللازم لهم. من جانب آخر، نفذ عناصر تنظيم داعش الإرهابي هجوما استهدف خلالها 3 منازل لعناصر في الشرطة، حيث قام عناصر داعش الإرهابي في قرية الظهيرة التابعة لناحية الرياض في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك بتنفيذ هجوم على منازل تعود لعناصر
في الشرطة في ساعة متأخرة من الليل، وقام الإرهابيون بتفجير المنازل بالعبوات الناسفة، ولم تسجل ضحايا بشرية في الانفجارات التي استهدفت المنازل الثلاثة لعدم وجود أشخاص داخلها ساعة وقوع الانفجار. اغتال مسلحون مجهولون مسؤولا في الحزب الديمقراطي الكردستاني بمحافظة كركوك في حي روناكي. وقال مصدر أمني إن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على أحد مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك جبار عارف رشيد في حي روناكي، مما أدى إلى مقتله بعد نقله إلى مستشفى آزادي متأثرا بجروحه الخطيرة. وأضاف أن المهاجمين فروا إلى جهة مجهولة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، وما زالت مستمرة التحقيق حول الجريمة. اندلع حريق فجر اليوم الأربعاء في مخيم هرشم لإيواء النازحين في منطقة عنكاوة بمدينة أربيلة. وقال مصدر في الدفاع المدني إن الحريق اندلع في حدود الساعة 6 من فجر اليوم في مخيم هرشم في منطقة عنكاوة، وأدى إلى حريق 14 كرفانا بشكل كامل. وأضاف المصدر أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث وأطفأت النيران، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بالأرواح أو إصابات. عقدت الحكومة التركية أولى اجتماعاتها في عام 2019 برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث جرى عقد الاجتماع في مقر رئاسة الجمهورية التركية، وتم خلاله مناقشة التطورات الأمنية الخارجية والداخلية. وتطرق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قلن إلى المنطقة الآمنة على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، بالإضافة إلى التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد تركيا في حسابه الشخصي بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي. عقدت الحكومة التركية أولى اجتماعاتها في عام 2019 برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث جرى عقد الاجتماع في مقر رئاسة الجمهورية التركية، وتم خلاله مناقشة التطورات الأمنية الخارجية والداخلية. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قلن: إننا ننظر بإيجابية حيال مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل منطقة آمنة في سوريا بعمق 20 ميلاً، مبينا إن ذلك يقابل ما يقارب 20 إلى 30 كيلومترا، مبينا إن هذا المقترح قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرات كثيرة، وهو مقترح من شأنه حد موجة اللاجئين باتجاه تركيا ومنها إلى الدول الغربية، مبينا إن أردوغان قد بحث خلال لقاءاته مع عدد من قادة الدول هذا الملف الحساس، مشددا إن إدارة المنطقة الآمنة ستتم إدارته من داخل الجمهورية التركية، وستقوم القوات الأمنية بعمل متناسق من أجل إدارة المنطقة. وحول تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدته على تويتر ضد تركيا، أشار قلن إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، وتم خلاله مناقشة العديد من الملفات والقضايا المشتركة بين الدولتين، مشيرا إلى أن اللقاء كان إيجابيا، مبينا إن ترامب أكد في تغريدة له عقب اللقاء إلى وجود إمكانات كبيرة لتوسيع الآفاق الاقتصادية مع تركيا. وحول محاربة الجمهورية التركية للإرهاب، بيّن إن عمليات مكافحة الإرهاب ستتواصل دون انقطاع حتى الانتهاء من آخر إرهابي، ولن نتوقف لحين تطهير المجامع الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا وشعبها، فيما أشار إن تركيا تقوم بدورها في المحافظة على الاستقرار في إدلب بسوريا. من جانب آخر، تم خلال اجتماع الحكومة التركية الإعلان عن زيارة سيجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا في 23 من الشهر الجاري. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الكبير بشأن سلامة آلاف المدنيين العالقين في خضم الاشتباكات بين إرهابي داعش وعناصر تنظيم باكاكا الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة شرقي محافظة دير الزور السورية. بشأن سلامة آلاف المدنيين العالقين في خضم الاشتباكات بين إرهابي داعش وعناصر تنظيم باكاكا الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة شرقي محافظة دير الزور السورية، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الكبير إزاء ذلك. وأضافت الأمم المتحدة في بيان لها أن القتال المستمر في منطقة هجين يتسبب في خسائر فادحة للمدنيين،
ولفت البيان إلى أن المدنيين الذين يغادرون منطقة هاجين هربا من العنف وغالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين يقومون برحلة شاقة يتعرضون فيها للأعمال القتالية والمتفجرات الخطيرة، فضلا عن فترات انتظار طويلة عند نقاط التفتيش في ظروف شتوية قاسية. وأردف البيان أن معظم المدنيين يصل إلى مخيم الهول في محافظة الحسكة، وقد بلغ منهم التعب مبلغه، حيث توفي 7 أطفال صغار بعد وقت قصير من وصولهم إلى المخيم. ولفت البيان إلى فرار حوالي 11,000 شخص من منطقة هاجين منذ ديسمبر كانون الأول. كشف مركز حقوقي فلسطيني أن الجيش الإسرائيلي قتل 50 طفلا وأصاب 2890 آخرين في قطاع غزة خلال عام 2018. جاء ذلك في تقرير إحصائي أعده مركز الميزان لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الأطفال في وقت النزاع المسلح في قطاع غزة. حول انتهاكات حقوق الأطفال في وقت النزاع المسلح في قطاع غزة، كشف مركز حقوقي فلسطيني عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 50 طفلا وأصاب 2890 آخرين في قطاع غزة عام 2018. جاء ذلك في تقرير إحصائي أعده مركز الميزان لحقوق الإنسان الغير الحكومي حول انتهاكات حقوق الأطفال في وقت النزاع المسلح في قطاع غزة. واعتقلت قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب التقرير نحو 28 طفلا من قطاع غزة. وقال التقرير إن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها المنظمة لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا سيما حقوق الطفل، على الرغم من كونها طرفا فيها. التقرير اعتبر أن مضي الاحتلال قدوما في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هو انعكاس طبيعي لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. ولم يذكر التقرير كيفية مقتل وإصابة الأطفال، لكن تقارير أخرى صادرة عن وزارة الصحة بغزة تشير إلى أن غالبيتهم استهدفوا في خلال مسيرات العودة التي بدأت نهاية مارس 2018 بالقرب من السياج الحدودي للقطاع. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.